السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله، رمضان كريم عليكم، رمضان الصحة، رمضان العافية. أكو ولد شاب يحب بنيه وكلش متعلق بيها، كل ما يتقدم لها أهلها يرفضون. يوم من الأيام قاعد بغرفته يبكي، دقت الباب عليه أخته، قالت له شكو شبيك؟ البكي ماتك وصل لي جوه. شبيك؟ قالها مو تعرفين بي أحب هاي البنيه وأهلها ما يرضون. قالت له أخوي الحل موجود يمي، مشينا أنا وياك خلي نروح على ام عباس السحارة، كل المنطقة تسولف بيها. راح هذا الولد هو واخته على ام عباس السحارة، السلام عليكم السلام. قال ام عباس انا احب بنية، وكل ما تقدم لها اهلها يرفضون. قالت له صار تتدلل، انا راح اسوي خلطة وانطي خرزة تشيلها، هذول اهل البنية راح يقومون يتوسلون بيك حتى انت تتزوجها. قال لها هاي زينة ذا هيجي. ايش قاعد تكلف الشغلة؟ الشغلة تكلف 3 ملايين. قالها أنا ما عندي. أخته قالت له أنا راح أبيع الذهب وانطي الفلوس لأم عباس حتى أنت تعيش مرتاح بحياتك، وأنت أخوي لازم أوقف لك. باعت الذهب أخته وانطوا الفلوس لأم عباس، وأم عباس اعطتهم الخلطة واعطتهم الخرزة، وظلوا ينتظرون شهر شهرين 3 أشهر سنة وماكو فايدة. كل ما يروحون لأم عباس تطلع حجة. بعدين راحوا لأم عباس لقوا أم عباس شاردة. معقولة احنا اليوم نصدق بذول الروحانيين الكذابين؟ ليش يا اخوان ما نلجأ للحلول الصحيحة؟ هسه خلينا نروح للزميلة ايناس الصافي والسحار ابو قصبة والسحارة ام عباس. اليوم الضيف كلش مهم، الفنان الكوميدي جواد المدهش، خليكم ويانا. مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيون مشاهدينا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم الفنان الرائع جواد المدهش. مساء الخير. مساء الخير ورمضان كريم عليكم، وكل عام وانتم بألف خير يا ربي إن شاء الله. وبيش أدعي لك على هالحلقة هاي عاشتيدك، لو مصورتها بالمقبرة بعد ما شاء الله. نورتنا ونورت قناة زاغروس. اهلا بيك. ينضم الينا المعالج الروحاني ابو قصبه. مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو قصبه لو قصه؟ لا قصبه. قصبه. مساء الخير عليك بنتي وعلى ضيوفك، ونشرف بهذا اللقاء. الشرف لنا اكيد. شكرا لك بنتي. يخليك يا رب. وتنضم الينا سحاره ام عباس. حلقتنا لهذا اليوم سوف نكشف المستور عن أمور أضرت بالمجتمع وهي السحر والشعوذة. دقيقة أبويا. نعم. إحنا أولا لا سحارة ولا مشعوذين، لا تجيبونا باللقاءات تهينون بينا. بالعكس، إلى كل احترام والتقدير، بس بويا. يا شيخ هي هاي الألقاب والأسماء اللي معروفة. أبويا أنا العالم الروحاني أبو قصبة. طيب ما يصير إلا اللي يرضيك شيخنا. حبيبتي وانا هم ما اسمح لك. شنو السحارة ام عباس؟ انا روحانية ام عباس. ام عباس انت معروفة على مستوى الدول انه هذا اسمك. حبيبتي بس انا روحانية. تمام. مخرجنا بعد اذنك يعني ممكن نعيد اعتراضه على الالقاب اللي انقالت؟ شو مهدة طلقتي؟ رحمة الوالديك. بداية السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. احنا نعتذر عن اللي صار. لا العفو حبيبي. عادي عادي حبيبي عادي استاذ محمد. هلا ابوي هذا الكلام ما يطلع. ما يطلع. احنا مو دجاله. حجينا العزيز بس اهدى. كم بيت هجمتوا؟ اهدى. مخثوت 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 من هاي الكلمة؟ اي طبعا. شو يقولوا لك العاد؟ شو يقولوا لك شيخنا؟ العالم الروحاني ابو قصبة. روحاني ايش تترحم انت؟ ايش تعرف؟ كل شيء اعرفاني. اي بس انت شنو ايش تشتغل انت؟ بس هجمان بيوت وما ادري شنو. طيب ما يخالف خلينا نعيد التقديمه واحب هذا النقاش. الروحانيه؟ لا مو مو. يلا مخرجنا نعيد؟ عظم هدوء. يا الله. ريلاكس. الاسماء ايناس حبيبتي. حاضر. الاسماء اللي يريدونها ينزلون بيها. تمام اتفقنا. لا حبيبي عادي عادي عادي. تعتذر من يمنه مو من يمه. اعتذر من عنده ابني، اعتذر من عندنا احنا. ها
حضر لي صوندة استاذ الله هو ده يغلطون بحنا شنو؟ شنو؟ صوندة صوندة شو ما تعرف تحكي؟ يا بدرس الحديقة يا معود اهدأ 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 شيخنا اهدأوا عندنا برنامج بدايته بدايته مش مش النجين إذا بارد عليكم نجيب لكم صوبة لا ما نريد ما تريد؟ هو هو إذا فروحه من نوي يلا جاهزين مصورين كاميرات 3 2 1 أكشن. مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيون مشاهدينا مشاهدي قناة زاغروس الفضائية وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم نرحب بالفنان الرائع جود المدهش. مساء الخير. مساء الخير مساء العافية عليكم ونقول لكم رمضان كريم ويا ربي إن شاء الله تدوم هاي الفرحة وهاي آمين يا رب الأمسيات الجميلة على واللمة شعبنا واللمة الحلوة واللمة الحلوة ورحب بضيوفنا الكرام فن النينجا موجود وينضم الينا المعالج الروحاني ابو قصبه. مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. يسلمك الله. واتمنى بالحلقات القادمه من تدعيني تجيبين ضيوف مثل روحانيين. جايبي لك معالجه روحانيه أعرف يمك. بس مقعده قباله شنو ما اعرف شو مقعده قباله. انا هم روحاني ان شاء الله راح اخبرك هسه. وتنضم الينا المعالج الروحاني ام عباس. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. نورتينا ونورتي قناه زاغروس. نورك يا بعد قلبي. يخليك ربك. تونسيه هاي تونسيه؟ لا ام عباس العراقيه. اه سحاره. اي لا تقول سحاره رجال ما اسمح لك. العفو العفو. انا روحاني ام عباس. ان شاء الله روحك تروح. حلقتنا لهذا اليوم سوف نكشف امور اضرت بالمجتمع مثل السحر والشعوذه. فناننا الرائع حبيب. شنو رايك بالسحر والشعوذه؟ والله الحقيقة هو السحر موجود أكيد ومذكور بالقرآن ويا ما هجموا بيوت ويا ما عوائل شردت. يعني نقول أنت تؤمن بالسحر والشعوذة؟ أنا أؤمن بيها يعني شايفة بعيني وصايرة بيها أنا. حلو. صايرة بيها بس الحمد لله والشكر الله يعني نجاني. يعني نقول أنت مراجع سحارة أو معالجين روحانيين؟ لا أنا ماخذ خيرة. لا أنا مو حكايتي خاف أزعل أساتذة المعالجين الروحانيين. مو معالجين وإنما سحارة. تقول سحارة لا معالج روحاني. لا لا أنا مريت بيهم بالسحارة. لا تقول سحارة. العفو شيخ مراجع. شيخ خلينا نشوف وين مراجع حتى أنت بعدين نراوي الفرق. هو مو اكو معالج روحاني ذاك يدرس الطب يعني مو الا لحيه ومناظر وبخور لان عفين. هذا المعالج الروحاني ذاك دارس العلم الفقه يعني كل شيء دارس فالامور الروحانيه يعني يعرف بكل شيء. فقال لي انت عليك كيت وكيت وكيت. يعني هو المعالج الروحاني قال لك انه انت صاير عليك سحر. كانت عندك اعراض قبلها؟ اي طبعا صارت عندي جسمي اللي هي يعني شلون اقول لك عندي اصابع رجلي صارت عندي حكه قام يزلغ الجلد هيك يعني تجي الحكه اجلغه انتشرت عندي بالمناطق الحساسه بجسمي يعني فقمت اشلع لحم انا على المسرح واشتغل يخلوني مبرده لين يذب مي فالحمد لله وشكر فضل طيب الله. طيب ما فكرت انه انت تروح مثلا دكتور جلديه؟ رحت ما يفيد وياه الا رحت الناس سووا لي وكشفوا لي وكذا وكذا انه يقول هو المعالج الروحاني اللي رحت له تخلصت من عنده. اقول لك بويه صار ساعه يحكي جابتنا شنو بس افتهميني جابتنا بس قاعدين والحلقه بس اله بس ممكن بعد ابنك تهدأ اكمل نقاش وياه راح يتحول يا نقاش صار ساعه يعني الرجل ده يقول لك انا ما اعرف هذه الظروف فردنا نفهم الظروف يقول لك انا مراجع سحاره اي ما ده ينكر الرجل انت ليش مو مراجع بعد شنو انا سووا لي السحر من وراك من وراء يعني امثالكم مو قصدي يعني تقول امثالكم لا تقارن راجع الدكتور على كل انت جاي تدين نفسك بنفسك اي ما انا راجعت وصلت يعني بالعكس الرجل صريح انت ليش مزعوج راجعت اطباء ما فادوني فقالوا عليك عمل سحر راجعت خلصت لي والحمد لله انت جاي تحكي قصه حياته اي ما بيها شيء احنا بنساله ناخذ رايه بالموضوع انت عندك ضيف اتصالات ويا الجمهور ماكو اتصالات شيخ ولا ذكرت موضوع اتصالات قلت لك اكو ضيوف وياك فيا ريت لك مساحتك في النقاش مساحتي لو تحايدين انا ما حايد عزيزي انا دا اسمعه وهسه دا اريد اندار لك اقول لك شنو رايك بالموقف اللي صار بي وشنو السبب هو هذا مسكين هو شو اشتغل ليش راسه تهجمت على الرجل انا ما شايفه مطرب مو يغني هو ايه اغني ايه مطرب يغني شايفه انت مظلوم حتى ما ينزلوك يعني تغني بالقاعات تدري ليش
اللي مسوي لك جني وساحرتك مريه، هو يمكن شغلة ثانية عنده ممثل حمل الممثل. هو ممثل وليس فنان بالقاعد. ممثل ممثل مو بعدنا مدازل يعرف جني. يعرف بعدنا مدازل جني عليك حتى سألك. ايه انت مسحور طين اسمك. ها؟ شو اسمك؟ سعيد عويطة. يا تشذب انا الجني ده يقول لي طين اسمك. انا جواد اسمي. شو اسم ابوك؟ كاظم. جواد كاظم. هسه اشوفك شنو الخيرة الحقيقية. جواد احضروه، شوف جواد واقف وحيدك انت ليش؟ انت محارب ومظلوم. تذكرت اي 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 ادي احكي يا الجني، انت نازل مسلسل اسمه طين؟ نازل مسلسل اسمه طين؟ طين؟ ايه بيت الطين. اي 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 بيت الطين. ايه؟ مو الجني دي يحكي وياي دي يقول لي ايه انت بهاي المسلسل اشتهريت صح؟ جاوبني. إيه؟ ليش خايف؟ ليش خفت؟ عندك جني؟ احس اكو شيء يعني يكهربني. إيه؟ ايه عندك جني، عندك جني، ترى لازم اعالجك تجيني. وين انت؟ لا تشوف الاعراس شيخ. ايش اقول لك؟ خليني اسمع منك. داخله. ايه اقول لك ايش بيها ايدك؟ ايه اليمنى دائما توجعك ليش؟ شنو كل شيء يا رب؟ ايوه عاجره. ايه عندك وجع دائما ببطنك تنفخ. ها؟ ايه مو قالوا لا اكو جني؟ والجني ببطنك هذا الجني يسوي حكه عندك حكه وجع تنفخ بطنك. ايه ايه هسه من يطلع اروح وياك صار تؤمر امر ناخذ الصوندة ويانا. شو تسوي بالصوندة؟ شو انت ما تعرف تحكي؟ ناخذ الصوندة الروسيه يا شيخ. صدق إذا يا مخلوعة إيه أنا ديني مخلوعة. هاي عجبتني بيها. خوش شنو عجبتك بيها؟ لا عباني وعجبتك. أقول لك بابا خلي أكمل خيرتك. نضيع فلوس ومن جيت لهنا لا مضيع فلوس. بابا دعوفه فهو فنان اصلا ولا واحد كان يدز عليه. الف الله على معباس وحبيبتي انت. نعم. خلي بالك وياه. ايه اجى علي يقول ما امن وما اعرف شنو. اصلا اجى علي وانا خليته يشتغل. تعرف وين؟ ثلاث سنين ما حد داز عليه مسلسل. بس اجى علي ورا اسبوع كان يخابروه على مسلسل وراها على مسلسل. قال اعلانات ما اقول لك عليها. قام دق يشتغل اعلانات. جد اخذتي منه مبلغ مادي مع عباس؟ اه حبيبتي جد اخذتي من عنده مبلغ مادي؟ اجاني تبج ما عندي وعال الضيم عالي. وتعرفين يوم عباس صار لفتره قاعد وما اشتغل ما اعرف شنو. انا جاي عليك اتفق. اي جيت علي اقدر اشوف الكفار؟ لا ما ليش مجوز انت جزء لا لو عباس تتذكر من طيتك هذا المحبس الشذره مالته الزرقاء لو نسيتها وطيتك حجاب حتى من قلت له ام خطيه تعبانه رجليها ما تقدر تمشي. شو رايك بهذا الكلام استاذ؟ وعايف ام قال خطيه هناك وحدها وبيت اخويا كل بين فتره وفتره يجوها وحتى قوم يبكي امي وحدها حال الضيم عاله. شنو وحدها؟ وخليت اخويا امي ومرته يروحون عليها. انت شو اسمك؟ انا معباس. معباس شنو ام عايفه وحدها؟ اي عايفه وحدها. ليش؟ ليش تقول لي والله انا على مود رزقي وما اعرف شنو نانا وخليته هسه ماكو كل شيء بالورق. تعرفين اقل اعلان $1,000 بس انا اقول خطيه تبيعتك والله اعلان $1,000. اي اعلان وكله يشتغل على المحافظات كربلاء ونجد. اوكي 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 شيخنا. هذا حكيها صحيح؟ انت مو تقول عروض كذابه سحاره. انا مو مثلك انت بسهم بينه ايديه اعتب على هاي اجابته. انت لعزك كذاب. هذا شوفي هذا مو صاحبي شوي. لا لا ما اعرفه. انا ما اعرف ايش انا ما ادري ايش شغال ايش انا ما ادري شنو. لا تحكين علي هذا انسان خير مبين. روح يعني انت بيك جنك. قلت خير علي. عافيه. لا هذا خير. لا روح مشعوذه. روح للحفاضه خليك تعدل حواجبك ان شاء الله تحكي لي وياي. لا بس حواجبك حلوه على كيفك شيخنا.
شيخنا لا تضرب هراجدي عيب تبدي موته هسه لا اكثر اذا شنو يضربني راجدي لا 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 عجيب صامده فنان مثقف يضربني شنو اكو رجال يمد ايده على مره غير انتقم من عنده الشيخ له حق هذا له حق هسه له حق هسه اقلبها اقدر اقلبها 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 حقرق لا هسه اقلبها خليه تضرب دقلات لي ورا اقلبها حقرقها بالحديقه روح انت بنتي اهدى لا 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 سكتي 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 جبنا صوندة 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 شنو صوندة؟ عليها عليها قل لك مو عيب قدام مكاني روح روح سكتب شو السحورة الله رجع عليك ليل ونهار إذا ما ترجع المبلغ اللي عندك اللي لا تدعين عليه لا أنا مطلقات تدزين عليه جني أنا ما أشتغل بالجنة حبيبتي لا عاد شنو تشتغل لا عاد شلون خليتي نشتغل بالورق أم عباس شلون يعني ورق عندي سالفة أساسا إذا ما تنطينا حقي شو راح أسوي بيك ما أطلع أم عباس أنا أقول لك شيخنا يقولون يعني سامع انه يجوك مشاهير وفنانين واسماء معروفه اجوني ممثلين مو معروفين ايه؟ واحد بالشارع ما حد يعرفه ايه سويتهم نجوم وهسه قاموا يمثلون مسلسلات بدبي وبكل الوطن العربي منو من تعرفهم انت شيء ما اقدر انطى اسماء ليه ممثلين من العراق ليه تستهزئ فيه؟ يقول من ما يعرف كذي بدون صدق؟ ما أقول لا ما أقول. أنتوا هاي سوالفكم يا هل يجي نجمتوا أنتوا؟ شوفوا الفين ماكو واحد يتنجم إذا مو موهبة. خرزة بسيطة مثل هاي. أي أيوة ويقوم يمثل أنت تخليه يمثل. خرزة بسيطة شالها مثل هاي. هاي شنو الخرزة شيخ؟ هاي خرزة مال المحبة. بحيث إذا شالها إذا شالها ممثل المخرجين يقومون يدزون عليه. هاي منين جايبها شيخ؟ هاي جبتها من الهند من معلمي. ايش قد سعرها؟ تحيات المعلمي بالهند. يعني هسه هاي الخرزه جاب هذا المخرج مالتنا هو دز عليك؟ يا مخرج وانت تقول هاي انت ممثل اذا شيلها شيلها المخرجين يقومون يشغلونك. اقدر اشوفها والله اشوف المخرج مالنا ايش قد سعرها هاي الشيخ؟ لازم اختمها باسمك، تعطيني اسمك واسم ابوك، هاي رخيصه بفلوس ابيعها. لا شنو تستفاد اذا بفلوس؟ 21 ورقه هاي يعني 100 دولار اللي بيها. زين شيخ شنو هاي المحابس اللي بايدك؟ محابس يا ابوي، هذا المحبس ضد الرصاص. تعال جيب لي مسدس. ايه ضد الرصاص. هذا بعد عمك مال المحبة. ليش ضد الرصاص تلبسه؟ مرات تصير مشاكل. اطباني بالمشكله يصير رمي. الوحيد اني اي طلقه ما تجي بيه. اللهم صل على محمد وال محمد. والمحبس الثاني؟ هذا تعرف ايش ضد الرشاشه. واحد ضد القاذفات. واحد مال الدروع مال الطيارات. اقول لك انت شنو تحشش عليه؟ تحشش علي لو شنو تصير لوتي عيب هالسوالف. كمل لنا شيخ كمل لنا. عيب لا تبيحين علي، ترى كل المرات علي. لا تحاول تزغرني. انا ماشي بدربكم ترى. لا تحاول تزغرني. شلون يعني ماشي بدربكم؟ والله كل السوالف اعرفهم يا ست. كان قبل يشتغل سحار. يا ريت كان صار براسي خير بديكم. لا كل الخير والبركه. معلمي بالهند. يا انت تخليني اسبك واسبك. دير بالك اسب معلمي. دير بالك. كلاوتشية شنو تجيبون هيك نمونات القنوات؟ هاي نمونات مشهورة حاليا وريد العالم يشوفها. من مشهورين؟ عمي من مشهورين؟ عمي الفضحة يا عمي انت المشهور انت المشهور عمي يا مشهورين انت بالفرع خلف الله على ام عباس مشهور. شلون راح استغفر الله اتمنى ترى رجال هسه هذا شوف ايش قد يحكي ويسكت اخر سانتش تضرب ورا الحقيقة وين رحت؟ ها قلت له لا هي حلو شجعها ما شجعها رسلتك هاي حرمه حتى لا ترسلني والحرمه بشارب الخير عفية ابو قصبه عفية لا تخافي بنتي هسه كملي هاي المحبس الاسود الثاني شنو ذاك شنو هذا بعد عمك ايه هذا نطيل المقاولين مراتك مقاول يطب بمشروع تصير عنده مشاكل يلبس هذا المحبس تنحل كل المشاكل حلو انا ليش لابسه؟ لان انا هذا سعره 12 دفتر انا شو اسوي امشي انا معرضك لك زين المقاول ياخذ نوياه امشي وياه تنحل المشكله
زين ما يصير المقاول يلبسه؟ مو خاف يبوقه من يمي، فانا امشي وياه من امشي تنحل المشكله. شنو المقاول يحل المشكله؟ يوقف العماره؟ لا لا، ذاك اليوم مقاول جايبني جسر، وطلع بالجسر اكو فطر، وانت مشيت وياه تعدل الفطر. لا لا عمي، من جيب لنا صون درحمه الوادي. رحت وياه المسؤول، للمسؤول بالدوله. انت صير ذهن مشك، هو فطر ما رجلين وانت ما جسر وانت ما سويت شيء للفطر. انا رحت للمسؤول حلال المشكله. سوى له للفطر، بس احكي لي الفطر. الفطر بقى بس ايه؟ المسؤول سكت، المسؤول راضي. وهذا الفطر عند العالم. هاي دسكو. شنو رايك ابو عباس؟ اي كلامه مضبوط. ابو عباس لازم يكون يد وحده. ابو عباس يد وحده. زين ابو عباس، يقولون ترجعين المطلقه والمتخلف التحبل والزوجه الزوجيها، شلون وش قد تاخذين مبلغ مادي؟ حبيبتي كل من حسب السعر مالتها، ايش قد تتحمل مثل بخورات شغلات، هاي مو اللي ياخذها. لا يجيب شغلات بيها كلها بخوراتي من هاي الغاليه. زين انت تطلقين لو زوجين؟ بس سؤال. لا زوج طبعا. ما مطلقين؟ ما هاجم البيوت؟ لا 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 ما هاجم بيوت، انا روحانيه، شلون اهاجم بيوت؟ مثق بكلامهم. لا لا مو احنا، شوفي انا دولة عايش وياهم. لا تقول دولة. فسد انا دولة اعرفهم. اي. يعني احنا كل شيء جربنا نعرفهم، مع احترامات اللي اقول عليهم، مع احتراماتكم كلاوتية يقشمرون عن النسوان. زين انت شنو السبب اللي خلاك تعاشرهم؟ مو احنا شوفي احنا بالفن يعني من طلبة معهد فنون جميلة عاشرنا المجانين، عاشرنا الكنائس، عاشرنا الجوامع. لازم عندك خبرة؟ لازم تصير خبرة ونعرف الشخصيات بالمحاكم، نحضر قضايا، نحضر كذا بالمراكز الشرطة بالتحقيقات. خلونا نحكي بس الضحكة عن ها؟ ايه كلينا مرض فيروس. هاي هاي باوع شالة الكبنك، شربي عيني؟ ايه. فكل شيء نعرفهم. فاحنا دخلنا هذا عالمهم، عالم تعايشت وياهم. عالم الدجل والضحك. جيب لها فتش حصان اسود بيضه مال دجاجه سوداء، عندها عرف هذا عرف براسه احمر. يعني نقول اشياء مستعصيه. رحم الله والديك. رجل مال عقرقه شابه، يعني هاي السوالف. رجل ماشي رجل؟ ما عقرقة، ما ضفدعة يا ضفدع. اي يقول ضفدعة. يقول عقرقة. ليش ايش تختلف شيخ هاي؟ العقرقة عن الضفدعة شيخ. يعني هي نفس الشيء بس ثقافة، بالحوار وبالكلام ثقافة. ايش قد القحل ام السحورة. خلصتينا. تبي الصون يا ولد. اي. زين. فدخلنا عالمهم فنعرف كلاواتهم كلها. بس هم اكو ما صادفك احد مضبوط نقول؟ لا 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 بيهم يشلعون شلع. ايه هو بقصبه مضبوط. ايش بيهم بقصبه؟ تندل؟ من هو؟ انت؟ لازم تريدين. لا بس اقطع هاي نقطع مقدمتنا دور سحوره. لا ايش بيها يا ام؟ يا ام عباس مين جابها؟ مو انت؟ يعني جبتها. السحوره انت مثلها مبين. انا ام السحوره. شنو رايك؟ ابو انت مستمتع؟ انا مستمتع. شنو مستحوره؟ تريدين شيء؟ انا اريد اطلع اللي بيناتهم. بيناتهم هم هذول. يا ابن الكذب. انا بالنسبه لي الكل تعرف من هو ابو قصبه، العالم الروحاني ابو قصبه. زين ابو قصبه، هسه هو الرجال انت سمعت حديثه انه ما مقتنع بكلامكم وبسوالفكم ولا قد ذره. هسه اريد فشي ملموس، يعني هسه انتم بالضبط. انا اريد اوصل مرحله ابهرني. جيبي لي اي واحد واشوفك من هو العالم الروحاني اللي مدوخ الوطن العربي واللي عتب عليه كبير حيل. ليش شيخ؟ ليش؟ اولا ضيوفك ما احترموني. بالعكس، اللي كل احترام والتقدير. اولا احنا ما تجاوزنا. لا تتكلم معي. لا لا ارجوك انا مثل ما دا احترمك احترمني. انا ما حكيت اي حكايه وانما صار نقاش بيناتنا. بالضبط. ما تحكيني يا استهزأت باسيادي. بالعكس احنا مو من اسيادي. احنا مو موضوع استهزاء وانما اريد شيء ملموس. أرجوك. هسه احنا شنو رايكم انه نشوف عائله لا نعرفها ولا تعرفنا ولا يعرفون شنو تفاصيل الموضوع؟ جيبي لي 100 واحد واثبت لك منهم ابو قصبه، 100 جيبي لي. هو بالضبط، انا اريد شيء ملموس حتى نثبت للاستاذ وللمشاهدين وللعالم كلها. جيبي لي 200 واحد مو 100 واحد. دعوة هسه 200 وين تلحق عليهم؟ هاي عائله خليني اصيحها ونشوف قدره ابو قصبه. مساء الخير عيوني.
شلون الصحة؟ أهلا مرحبا. احنا قناة زاغروس وعندنا برنامج اسمه كشف المستورة، وش أعرفكم على ضيوفنا؟ اه تفضلي حبيبتي، ايش رايدة؟ دوقف وينك؟ بس شوف كاميرا انا شاركوا اوقف. لا حبيبتي ما نطلع على التلفزيون. اي لا وين دا تروح انت؟ دا اقول لك كاميرات. شباب بس بعد من رخصتكم خلينا نوقف على مود الفنيه. اعرفكم على ضيفنا الفنان جواد المدهش والمعالجه الروحانيه ابو قصبه والمعالجه الروحانيه ام عباس. شو رايكم تؤمنون بالسحر والخيره؟ لا والله بالسحر ما نؤمن، بس اذا خيره لا حتى خيره شكو خيره. هسه جربي مالطاني انت ماكو شيء تخسري، شنو رايك شيخنا يلا تاخذ لهم خيره؟ لا من اخذ عافيه تشكو ايش عندك اليوم ويا الخيره؟ ماكو حبيبتي لا اسمعي انت منو قال هو كلش ما نحب هاي السوالف، منو قال لك انه كلامه صحيح؟ احنا نريد التجاره مالتنا. وقفه بنتي يا تجاره، ايش بيها تجارتك انت؟ المجال بنتي يعني ماكو هيك بشر ما يسمع كلام، دا اقول لك كل شيء. سكتي بنتي خليني احكي. شوف شو يقول بالله يسعدك. اليوم راح اثبت. اثبت الاعداء المدفوعين الثمن جوي من خلال هاي الحلقه من هو العالم الروحاني ابو قصبه. يلا احنا هذا اللي نريده شيخ. شو اسمك انت؟ بس لحظه نطفين الكاميرات. شو اسمك؟ الكاميرات مو مريض نطلع من التلفزيون. سكتي بنتي. ماكو كاميرات خلي عندنا خيره. من تحكي الزلم. السكوت تسكت ما تحكي. لا والله. لا هي تحكي. لا حياتي اني احكي. غير عرمه هاي. ايه تحكي شنو عارمة هذا ايش دي يحكي؟ تعرفون هاي ايش الصين من يمه؟ ايه بنته غير؟ ها؟ بنته هاي زوجته الثانية؟ لا زوجته صراحة أنا توقعت بنته يعني لأنسان ليش بنته؟ العمر فرق العمر زوجته. الله يهنيكم ويسعدكم يا رب ويهنيك حبيبي ماخذ عن حبهم بعد يعني يا رب إن شاء الله يدوم. ليش عايفة؟ شنو عايف زوجته؟ زوجته موجودة؟ لا موجودة بيتها. زوجتك زعلانة ببيت أهلها؟ ما زعلانة موجودة. أنت مسحور؟ ها بدت هاي السوالف انا ليش ماري داخل؟ شنو مسحور؟ وانت مسويت له سحر؟ شنو مسويت له سحر؟ السحر اللي مسويته اني شنو؟ ابو قصبه ما يكذب هذا اللي ياخذ خيره جاي بيه؟ قولي بالك علينا انت مسحور. روح اقعد لا تحكي انت ولا كلمه. على كيفك يلا اقعد ارجع لمكانك. قد ابوك حبيبي قد ابوك حبيبي قد ابوك حبيبتي عيوني حبيبتي شنو الحكي اللي يحكي؟ احنا اسفين اني ما ردت هذا الشيء. اشتري لها سياره بثلاث دفاتر. من حقي سياره وذهب واحسن بيت مسوي. وزوجته الاولى قديمه يا بشر انت شايلك؟ نسيت العشره العمر نسيتها. انت صاروخ؟ صارف من جيبك؟ هذا انت ساحرته بالسحور عاميته. حبيبي ساحرته شنو ساحرته؟ سجى منو انت ثاني شنو سجى؟ انت مو قلتي يا فلوس. يا فلوس 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 يا يلا شوفي يا كاخ عباس جتي سوت له شغل هذا حتى يشتغل. تفضل تعال. عفية ناس ايش مدبرين العالم؟ بيوت يعني انا ردت ياخذ خيره ما ردت لهذا النقاش كله يصير ولا تحرجونه ويا العائله وتسببون مشكله. حبيبتي شنو رايك بالموقف اللي صار هسه؟ هاي 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 هجمان البيوت يعني هسه هذا حقيقه. ارجوك ارجوك شيخ ارجوك هذا رجال كبير. ايه؟ انا عبالي بنته انا هم توقعت حتى قلت بنته يعني هيك لسان ما ادري شنو طلع زوجته منو كسر رقبتهم؟ هذا وراء ابن وراء عائله بالضبط وراء مره وهاجمه بيته من وراك انت تحبه شنو هاجمه بيته؟ تحبه مو تحبه تحبه فلوسه تحبه فلوسه. مراجعتك ام عباس البنيه؟ اي مراجعتني حبيبتي وظليت اطلبها 15 ورقه. وش قد انت اصلا المبلغ الاساسي اخذتي؟ ما اخذت من عندها 45 ورقه. طيب. يعني 60 ورقه. زين شنو اللي سويتي لي هي؟ يعني احنا شفنا مسيطره كلش على الرجال. هو هذا السحر هاي السحر والدجل هذا. اخليه مثل المحبس بايدك. لا هذا شغل ام عباس غير ام عباس لو نشتغل لا ما نشتغل. هذا حرام ترى عليك هذا هيك تسوي للناس. ليش؟ ليش جمعت راسين بالحلال قبل لو نشتغل؟ اي حرام عليك انت زوجت الاولى الصام تزوجها 20 سنه شكو بيها رجال يتزوج 10 زين شيخنا انت تقول اني تعاملي ويا الجن هسه اكو حاليا اكو حضور جن وياك؟ طبعا هسه اكو 10 هنا دير مداركم. زين ليش معنا 10 شو هذا بي جني بابا عشان يهز برجله هذا خايف كلاوات جني صح عليه حول كلاوات صح ترى قلت على هذا الرجال هاي عطت علي هاي هاي اخ 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 لو مال برنامج هذا ما بنعطوا وقت الخبيل قاع
والله العظيم جينا رجعت من بابا ابيك انت بابا العتب عليها العتب على اللي مسوي لها ما بالله هاي منتهين من العتب وهذول هجامين بيوت هجامين بيوت قول الهجوم تجمع تجمع دير بالك ترى هسه خليك تنقلب لي ورا وصعدك كسر بالفقره دير بالك تتجاوز يلا ست سيري بعد اسئله خلينا نروح لان كلش تعبت نفسي تعبت طول بالك طول بالك بس هذا واقع احنا دنعيشه واحنا ردنا العالم كلها تشوف حتى العالم تتوعى هم زين انكشفوا هم زين طلعت هاي هاي الحاله شفناها قدامنا اللي احنا حكينا الحقيقه احنا ايش ما درينا شكو عندهم كشفنا قدام الكل على كل يلا ام عباس شفنا ابو قصبه يعني اخذ لهم خيره ويعني صار فد مشكله هي وانتي هم كملتيها ما شاء الله كحلتها عمتها بالضبط بس انه هو حكى اشياء احنا ما كنا متوقعين انه احنا توقعنا انه هي بنته بس طلعت زوجتها معنى كلامها صح خير طبعا على مود السياره هم قال ماخذ لها سياره طلع فعلا ماخذ لها سياره هو اثبت لنا انت هم عندك القدره والامكانيه انك هي طلعت اضبط من عنده هي طبعا اي بس احنا نريد شيء ملموس اكثر من عنده لان هي هاي هي اللي مزوجته هي اللي خلته يمشي وراها مثل اثول انا خال وزراء انا ممثلين مسويهم نجوم انا اضبط منها يعني انت هسه الحكومه انت عينتهم مو يعني الاصوات شو تسوين بالانتخابات شلون سويتي انا افوزهم خرزه بسيطه مثل هاي لا مو مثل هاي مثل هاي شوف وين هاي اكو فرق بين هذا الحجاب وهاي الخرزه شنو هذا وشنو هذا هذا يعني مده شهرين ينتهي مفعوله بس هاي تبقى عمر ينتهي مخدام واحد يعني وتنتهي مدتها وهاي اللي لبس بيها جني فجني ضوج يعني يبقى شهرين بداخلها هاي ضوج ينقهر زين وهاي الثانيه هاي كارثه هاي ايش سعرها هذه؟ متربع بيها الجن متربع 25 ورقه هاي دول عرج دي منين جبتها شيخ؟ هاي من الهند من معلمي صارت عركه زين ها ام عباس ايش قلتي؟ اي حبيبتي عندي سداد جيبي لي اي شخص هسه اي وحده تطلقها اي وحده تهجم بيتها اي وحده هسه تزوجها ما طلقاني بابا انا زوج ازوج عالم اطلق شنو؟ هاي شغلات حرام انا روحانيه ما يصير ها عباس عندك قدره وامكانيه مثل ابو قصبه شلون سووا همينا تثبتي لنا هذه الامور؟ طبعا حبيبتي عندي صحي لاي واحد منا نريد شيء ملموس واقع صح احنا قبل شويه اذينا عائله بس نريد شيء ملموس حتى العالم تشوف الاستاذ يشوف ان شاء الله حبيبتي. الله اللي يستر منكم الله اللي يستر هذا اكو ولد شاب هنايا خلينا نصيحه وخلينا نشوف ام عباس تسوي مساء الخير مساء النور شلون الصحه عيني؟ الحمد لله قناة زاغروس وعندنا برنامج كشف مستور عرفك على ضيوفنا الفنان الجواد المدهش حبيبي استاذ غالي المعالج الروحاني ابو قصبه السلام عليك والمعالج والسحاره ام عباس تؤمن بالسحر والشعوذه والخيره؟ لا مو كلش زين شو رايك اليوم نخلي ام عباس تاخذ لك خيره؟ يلا يا ريت مو كلش وهو ساحر روحه يريد بس هذا ابو السياره يحصل عليه تعال ابني تعال شو مدري شو بالسيارة تعال ابني شو اسمك انت محمد محمد انت صار لك 7 أشهر مشتري سيارة اي صحيح ومطيت المبلغ كامل صحيح بس ما حولها باسمك وجاي دايخ ليل نهار حتى نومه جاي تقدر تنام صحيح اعطيني تليفونك هسه اذا خليته يتصل عليك يلا يا ريت تفضل ابني تفضل تواصلك دق افتح سبيكر خلي يسمع فنان الو السلام عليكم علاوي حبيبي شلونك؟ شلون صاد اخوي شلون صاد وين مختفي؟ والله كان عندي ظروف والله يابا على مود تحول لي السيارة باسمي شنو السالفة؟ والله بخدمتك انا لسه خابرتك قلت خلي خطايا خابرة حول السيارة يعني اليوم تحول لي اياها؟ ان شاء الله ان شاء الله خير يابا اليوم جايك انا واني اسف على التأخير حبيبي علاوي اليوم كذا باكر انه خليت تناقشون ما صدق الرجال يابا طلعت السالفه صدق والله هسه شنو رايك يابا رحم الله والديك يلا هاي اليوم من حظك الحلو مبروك يابا مبروك والله وديك لا تنسى الهديه ان شاء الله اشكر عيني طيب. جزيل الشكر ها شو ام عباس طلعت حارب سريعه المفعول والله بالعافيه عليك ام عباس شنو رايك والله شنو هاي تشتغل على الجن المشعوذ وانت عالياجل انا عالجن الصالح اشتغل
كل اعمالي اللي اشتغلها خدمت بيها المواطن. هسه هي هم خدمته. ايش خدمته هي؟ لا خدمته انه الرجال صار له 6 أشهر ينتظر تحويل سياره وهسه خابره. ايش تسوي هيك قدامكم حتى تجيب شعبيه الها؟ لا يعني انا اعرف الولد بدي اعرف الولد. انت سويت مشكله، هي بالعكس حلت له مشكله. الولد صار له 6 أشهر. اكو فرق بين الدجال وبين الانسان الصادق. الدجال انت اللي تخلق مشاكل. هسه ايش سويت هنا؟ يابا كابت جايبينكم تتعاركون؟ شنو الحكي هذا؟ دخل بيناتنا التسكيت. شنو ما دخل بيناتنا؟ دخل. شنو النمونات اللي جايبينها؟ انا من النمونات هسه هو يقول بك جني. ايه. شو رايك تطلع لنا الجني من الاستاذ؟ هسه قوم علي طلع الجني. بس ما طلع الجني. اقلبك. لاسوي بيك 40 جني. اخليك تمشي مخبل بكل العراق. دقهم دقهم. اوكي موافق؟ يلا يلا. ابوي وصلين ابوي ما بي حيل. يا بدي قفوي نام وين رايح وراي؟ ابقى لا تحكي. لا تحكي لا تحكي لا تحكي لا تحكي. احضروا 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 جوجو جوجو. ليك شنو الريحه هاي؟ جوجو دجاجه. احضروا جوجو. إلى قبولك جوجو. احضروه احضروه. جواد المدش انا توني الكبير والغالي. حلو حلو. احلى صفقه للفنان الحبيب جوجو. اشوه هاي اتمني بالله. طالع كفر طالع كفرتي توني. ما تخاف منك. جواد بس دحشوك. بدأت جواي بدأت. اخ تأذي هالعودة. اي اخ ما تقول شنو هاي؟ سويت بالعالم. لا تأذيني. سويت بالعالم. جواد جواد أذيتني. تخبرين بالثنتين بالليل. سمعوا الصفقة للفنان النجم جواد المدهش. نورنا ونور قناة زاقرس. حبيب القلب تعال يمي تعال 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 هنا. بس ينضمون ويا زملاء الفنانين. يا هم. دول كلهم ممثلين. شوفهم هذا شوف هذا الشايب. هذا انظهرت عليه شفت؟ هاي الحرمة. سجل ممثلة. أبو محمد. أبو محمد عاش ايدك. عباس الممثل. حبيبي. أنت إليش مستقبل. أستاذ جواد فناننا الغالي. إحنا اليوم أكو رسالة بالبرنامج. هواي نساء وهواي رجال اليوم جاي يقعون بمشاكل بسبب يروحون للروحانيين. صحيح والله. والسحر والشعوذة. إيه لك جمهور كبير بالعراق. شو تقول لجمهورك اليوم؟ شو تنصحهم؟ والله ما ينصحون لو يموتون. يموتون على السحر. شنو؟ يموتن على السحر النسوان. يموتن والزلم. متبعي شوفي هاك الاهداف. يموتن على بس قل لها اجيب لك اياها. بس تجيها تجيب لي اياها بيوم من 3 أيام تذبح العدا والمعدة اقلادتها تنزح حتى راح تنزح. انت رايح رايح وما انت الله. لا والله مو شايفين هواي. هم يوم من الايام اصدقائك قرايبك نصبوا عليهم احد السحره؟ كلهم مسوي بيهم. والله العين كلهم رايحات للسحر. لا ختاميه جمهورك. واحد جمهورك. لا انصح جمهورك لازم. والله لا تتقشمرون. كلهم كذب بكذب. بس ما تنصحون لو تنقلب الدنيا. تموتن على سحوره. تموتن على سحوره. تموتون على سحوره. والله يا سبت يا مسبوت. استاذ جواد. لا تقدر رايح سحوره. نعرض الحلقه لو لا. طبعا تعرضها. الجمهور دائما بالسناب يموت على الضحكه مالتك. إيه؟ هسه رد شنو؟ رد كليتنا نضحك ويا استاذ جواد. يلا الضحكه مالتك. يلا بكره اوقف خلينا نضحك. يلا ها شنو؟ اوكي سناب. يلا الجمهور طبعا يموت على الضحكه مال استاذ جواد. يلا يلا تعال شويه. هي يلا شنو؟ يلا هي تعال شويه تلجه. يلا 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 بعدنا بالجو. هلا هلا. واليوم ويا حلقه ويا توني توني. وين توني الراح توني ابو محمد. ابو محمد واخونا واختنا. شكرا ليلى. شكرا يلا. شكرا توني. شكرا الختاميه يما صارت والمقدم بوق بوق. يلا شكرا هذا الكادر الحلو. شكرا لك والمصورين والكادر كله. شكرا حبيبي لك. يلا انتظروا نريد نختم. نريد نختم. يلا حبيبي. يلا عفوا التليفون. طيب التليفون حبيبي. يلا يلا حفظ حفظت انا ما لك شغل. يلا
نعرض الحلقه اوكي ان شاء الله. وشكرا لكم. شكرا للجهود. يلا شكرا للواقفين ورا الكاميرات. شكرا للمخرج. شكرا لك. انتظرونا باكر بحلقه جديده من برنامج سحر توني. في امان الله.